إبراهيم، أنا طول عمري بتفرج عليك وأنت بتشتغل، أقوم أتملي قوة وأقوم أشتغل أنا كمان، بس عمري ما عملت اللي أنت بتقدر تعمله. يلا بقى ارجع اشتغل تاني، خليني أحس بشبابك. عايز نرجع اشتغل في السرقة؟ وماله؟ حاجة مطلوبة والناس محتاجاها. احنا هنرجع نعيده من الأول يا حاج. الله، احنا نعمل اللي علينا، وبعدين الحتة هنا الناس محتاجة فيها شغل، والحتت اللي حواليها كمان. ايه؟ صعبة دي؟ حاجة صعبة يا حاج. مفيش حاجة بسيطة في الدنيا دي كلها، كل حاجة صعبة ومعقربة. بس انت بقى قدها وقدود. ها طيب، قلت ايه؟ وراح مزعق معايا، كسفني، خلاني في نص هدومي، ويقول لي دي مجموعة شركات منتجاتها مالية السوق كله، مش محل كوافير. انا سامي الضرمالي يقول لي كوافير؟ ماجد ما يصوتش يا عمو، وبعدين ده حضرتك عامل برستيج حلو قوي للمجموعة. قول بقى للناس اللي افكارها متخلفة. ولا اقول ولا عيد، رجع البنات. طب وماجد؟ لا ماجد سيبه عليا. المهم انا قابلت هنا بنت كانت يعني هي كانت لا تخينه ولا رفيعه، كانت شعرها كيرلي كده. ايوه هي دي. دي غاده. ايوه غاده دي. دي سكرتيره فوق الممتازه كمان. طب يعني انا كنت بسال لو غاده دي يعني ينفع تتحول للشغل في مكتبي؟ وما ينفعش ليه؟ اعتبرها خلاص بقت متعيره في مكتبك. متشكر قوي يا عم، متشكر قوي قوي. عن اذنك. اتفضل يا حاج. تسلم ايديك يا رحمه. يا رحمه، ابوك عايزني افتح السرقه من تاني عشان اشتغل رئيس ورديه. لو ناوي يا ابراهيم، لو هتشغلني تشغلني مكان الراجل اللي بيخلط خلطه الحلاوه ويعجنها وكل شويه يدوقها. حكيم انا احب الحلاوه الطحينيه بتاعتك دي قوي. لا مش هينفع، عشان الراجل ده هو انا. طب ما تاخدوني معاكم في المصنع، ايه رايك يا حاج؟ خلاص، ابوك يشتغل رئيس ورديه وانت رئيس مجلس اداره. على فكره يا حاج انا بتكلم بجد. وايه اللي بجد؟ يعني تفتح المصنع ويرجع يشتغل من تاني وينتج ويشغل اهل الحته واللي حواليها. ايه يا رحمه، هو انت وابوك عايزين نرجع اجيب السلم من اوله ومن تحت الارض يعني؟ والله فكره حلوه، يلا نعملها وايدنا على ايدك. وانا مصممه اشتغل معاكم. هو انت هتعملي ايه ولا ايه يا بنتي؟ انت مش عندك المستشفى والمشغل والمحل؟ المستشفى وبقى ماشي زي الساعه، فاضل بس حضرتك تعمل لنا قرار تعيين لدكتوره هال وهي هتمسك الاداره بدالي. اما المشغل بصراحه بابا احسن مني في الاداره والمتابعه كده. فاضل المحل، اقدر من وقت للتاني اعدي عليهم واشوفهم بيعملوا ايه. خلاص يا سياده كاتب الحسابات، من بكره هروح اسحب لك فلوس من البنك تخليهم عهده معاكي، وانا هشوف الرجاله والعمال اللي هيشتغلوا. هو ده الكلام الصح يا حاج. يا حلاوه يا اولاد. وهيرجع الحاج ابراهيم يجاور السيده من تاني. شلها يا ام العواجز. وهترجع الايام الحلوه. ان شاء الله يا بابا. ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين. احنا عشنا قد ما عشنا في البيت ده، وانتوا كنتوا زي اهلي وخدمتوني بما يرضي الله. اتمنى كمان اكون عملتكم بما يرضي الله. ولازم تعرفوا ان مهما دفعت لكم مش هوفيكوا حقكم. يا ام حسن، تظرف دي عليها اسم كل واحد في مكافاه نهايه الخدمه. امرك يا حاج. عادها رضا وعبده بس هيفضلوا في البيت هنا عشان يحرسوه ويراعوا الزرع. اشوف وشكم بخير، لو احتجتوا اي حاجه هتلاقوني في السيده زينب. وانت يا ام حسن بعد ما تقفلي البيت تطلعي على مديحه، ما وراكيش غيرها دلوقتي. حاضر حاج. السلام عليكم. مع السلامه. والعينين مدد. بصراحه دي مش طريقه شغل يا باشمهندس. انا هتصرف يا اسطى.
هتتصرف هتعمل ايه؟ ده الناس هنا بيعندوا معانا، الموضوع ما بقاش ليه صاحب، والحاج انت مش تعرفه؟ ما تكلمه، يا اما تشوف لنا شغلانه في اي حته تانيه. يا جماعه احنا نهدى شويه، ندي الاداره دي فرصه انها تشتغل وتشوف شغلها. في ازمه في السوق يا جماعه، ما انا زي زيكم اهو. وبعدين ابو مازن اللي انا اعرفه ان الحاج دلوقتي بره المجموعه. بره المجموعه يعني ايه؟ سابها وقعد في بيتهم؟ طلع على النبي يا رجاله، هنشتغل ونبقى حلوين ان شاء الله. يا اسطى محمود العجانه كده واقفه بقالها اسبوعين اخويا. وانا ما بشتغلش من دماغي يا رجاله. ابوك الله يرحمه كان بيشتغل من دماغه. بس مفيش صنايع كده. كلنا شغالين في مصنع وكلنا لازم نسمع كلام اداره المصنع. بس كده هيقف مصنع الحلاوه. والله بقى هم قادرة وعارفين السوق عاوز ولا لا. انزل كده يا استاذ محمود السوق واسعى على حلاوه الطيب في اي دكانه مش هتلاقيها. لا حول ولا قوه الا بالله. والله بقى انا ما بقتش فاهم حاجه. عند باب السرج. ايه هو ايه حكايته الراجل ده؟ ماله بينط لي زي عفريت العلبه كده في كل حاجه؟ تكونش رحمه مشاركه في السرجة؟ اشوف حكايتهم ايه. اخبار الشغل ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو بعد اذنك يا مدام رحمه. استاذنك امشي النهارده بدري ساعتين. عايز تمشي بدري امشي، بس مش هديك يوميتك كامله. طب ما انا شغال من الصبح وتهدي حيلي. ما انت عايز تروح بدري ساعتين، وده مش مال سايب، ده مال ناس. السلام عليكم يا رجاله. الله ينور. اتاخرت قوي علينا يا حاج، ان شاء الله يكون خير. خير ان شاء الله، خير كتير قوي. رحمه انا عاوز الفت نظرك لحاجه. لما تيجي تشغلي ناس لازم تبقي عارفه امكانياتهم كويس، عشان لما تكلفيهم بشغل يقدروا يعملوه، وفي نفس الوقت يحسوا ان قلبك عليهم. ما شاء الله، انا بجد كل يوم بتعلم منك حاجه جديده. وانت كمان ذكيه وبتفهميها وهي طايره. اه دي تريقه بقى مش كده؟ لا. لا لا انا بتكلم بجد، انت فعلا ست بتاعه شغل ودغري. ربنا يخليك. طب يلا بقى شد حيلك عشان انا نفسي المكان ده كله يشتغل بسرعه. هيشتغل ان شاء الله لغايه لما هتزهقي وتتمني يوم واحد اجازه. ان شاء الله يا رب. الف مبروك يا حاج على تجديد السرجه. اهلا وسهلا سي عباس، متشكرين قوي ربنا يخليك. معلش مش حاضر اقول لك اتفضل. الله، طب ما نفتح باب المخزن ونقعد ونشرب شاي وقهوه وكل اللي انت عايزه. لا انا متاسف مش هينفع المره دي، لان لازم ارجع المضيفه. لو عايز اي حاجه بمر عليها هناك. وماله حاج امر عليك. صرفنا كام لحد دلوقتي؟ بالظبط 335,000. ده توضيب السرجة والترميم وتمن المكن كمان مش كده؟ ايوه. كويس اوي. فاضل كام؟ 15,000 جنيه. الله، مش فاضل غير المبلغ ده؟ ايوه يا بابا، بس مش عارفة الحاج لسه فاضل معاه فلوس ولا ايه؟ وكمان محتاجين نشتري موان وبضايع عشان نبدا الانتاج. انا هظبط كل حاجه ان شاء الله، المهم ان احنا كده لمينا الموضوع. طب والمبلغ الفاضل اللي احنا محتاجينه؟ هيتوفر باذن الله. ما تقول لي يا حاج انا مش غريب، قول لي وانا هتصرف. شايلينك لعوزه يا راجل يا عجوز، المره دي محلوله.
ايوه يعني اعمل حسابي على ايه؟ ولا حاجه، هنركب المكان ونجيب الموان ونشتغل ونذبح ونعيد. اه صحيح، ده العيد على الابواب، ربك ما بينساش. مش بقول لك هترجع الايام الحلوه تاني للحاره؟ ولسه هتشوف انا ناويلكوا على ايه في الافتتاح. ايوه يعني مرتب امورك، هتعمل ايه في الفلوس اللي فاضله ولا ايه؟ قول يا رب. يا رب، بس برضو لازم تفهمني هتعمل ايه عشان نشوف هنرتب امورنا ازاي. اصبري شويه يا رحمه، كلها يومين وهتشوفي. ده دفتر شيكات ممضي على بياض، والحساب ده فيه 50 مليون جنيه تحت امر. ايوه يا حاج، بس انا قلت لك على اللي انا عايزه، ولو عوزت هطلب تاني. اسمع الكلام بقى يا طيب، انت قلت لي ان انت ناوي تفتح مصنع. المصنع ده مش يلزمه مكن، مش يلزمه اعتمادات، يعني هتفضل رايح جاي عليا على طول كده يا ابراهيم؟ يا ابراهيم مالك ساكت ليه؟ سرحت فيك زمان يا حاج، لما قلت لي يا ابراهيم السرقه دي صغيره عليك، لازم تفتح مصنع. وريتني طريق المكنه اجيبه منين، وعلمتني ازاي افتح اعتماد. ربنا يكرمك يا حاج. بطل بقى الكلام ده يا ابراهيم، انت طول عمرك خيرك على الصغير وعلى الكبير، خيرك على الغني وعلى الفقير. انت عارف ابراهيم، انا نفسي اقول لك حاجه في نفسي، انا لو قطعت من لحمي حتت 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 عمري ما هقدر اوفي جمايلك. ربنا يكرمك يا حاج. اتفضل يا صاحبي. جدو جدو جدو، ازيك يا ليلى؟ الله يسلمك يا حاج ابراهيم، انا والله لما عرفت ان حضرتك هنا قلت لازم انزل اسلم عليك. ده بقى لو ما كانش بابا الحاج يزعل مني. ازعل؟ ازعل ازاي، ده واجب عليكي. كبر قوي يا حاج وبقى راجل ما شاء الله. البركه فيك يا اخوي، كله من خيرك ومن اعمالك الطيبه يا طيب. يا سمير، ما انا قلت لك انا مش جاي اقعد. طب الحل ايه يا ماجد؟ احنا فعلا محتاجينك في الشغل. يا سيدي البركه فيك، هتعمل لي ايه بس في موضوع المبلغ ده؟ انا تحت امرك، بس كان نفسي تبقى معانا. يا سيدي ما انا معاك اهو. طب والتوقعات اللي انا طلبتها منك؟ خليها بعدين. لا ما ينفعش، لازم النهارده. يا سمير ما تتصرف انت. تتصرف ازاي طيب؟ اقول لك، مديحه عملت لك ايه عشان تبقى مكانها؟ توكيل عام. خلاص، يبقى انا اعمل لثابت تفويض بالتوقيع وبالتصرف في كل حاجه نيابه عنك، تمام كده؟ لا يا حبيبي، انا مش مضمون 100%، انا عايز الفتره اللي جايه دي ابقى حر الحركه، ورايا حاجات كتير قوي هتشغلني. يعني ايه؟ يعني انا نفسي كنت جاي اعمل لك تفويض. حلو قوي، نعمل تفويض لسمير. احنا الاثنين فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. خلاص، يبقى احنا الاثنين نعمل تفويض لسمير مع بعض. يا سلام، وتسيبوني لوحدي؟ لا طبعا، ما ينفعش اوافقكم على الكلام ده. لا انا ما قلتش كده، بس على الاقل ما يعتمدش عليا. طب انا بقترح نستنى على موضوع التفويض ده شويه، انا ليا نظام تاني. في الحقيقه انا بشهد لكم كدكاتره وهيئه تمريض انه كنتوا على اعلى مستوى من الكفاءه في الفتره اللي انا قضيتها معاكم، وانا كان نفسي افضل معاكم على طول، بس انتوا عارفين ظروف الحياه بتغير حاجات كتير. لا بقى، ما تقوليش انك هتمشي وتروحي مشروعاتك وتسيبينا. ما اقدرش اسيبكم يا دكتور، انا هسيب مكاني كمدير عام للمستشفى، واوعدكم ان اللي هيمسك اداره المستشفى هيكون على اعلى مستوى في الكفاءه. مع احترامي لكل الموجودين، احنا هنا بكل كفاءتنا ومجهوداتنا في الطب والعلاج في كفه، واداره المستشفى في كفه تانية. والمستشفى من غيرك هتبقى ولا المجزر. حرام عليك يا رحمه، المكان هنا محتاج لك. في الحقيقه احنا عملنا اجتماع انا والحاج ودكتور رأفت، واخترنا مدير للمستشفى ما يقلش اي كفاءه عني، لا في اهتمامه بالمرضى ولا في رعايه المصابين ولا في اداره المستشفى. ما لقيناش افضل من دكتوره هاله. لا اذا كنت انا هبقى المديره مفيش مشكله. بصراحه انا عارفه اني عشان احافظ على مستوى اللي انت وصلتي له في المستشفى هحتاج تعب جامد جدا. انا واثقه انك قد المسؤوليه، ومتاكده اني سايبه اداره المستشفى في ايد امينه. الف مبروك يا دكتور. الف الف مبروك يا حاج، اجعلها ادم السعد، رجعت احسن من الاول. ربك كريم. الحمد لله. الحمد لله.
35 يا جماعة الهمة شوية، مش معقول انتوا خدتوا وقت كتير قوي، عايزين ننزل الصناديق دي بسرعة. سلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك وألف مرحب بيك في السيدة يا حاج. الله يسلمك يا سيدي أنت وهو. إيه يا حاج؟ أنت زعلان مننا ولا إيه؟ ما هي دي وصيتي ليكم يا بهوات، يا أقرب الناس ليا. سايبين المجموعة وجايين سايبينها لمين؟ شوية لفندية اللي هينهبوها ولا لعيال الهبل اللي ما بيفهموش حاجة؟ استهدى بالله علينا يا حاج، واحدة واحدة. بلا واحدة بلا مش واحدة. انتوا المفروض ما تسيبوش ثابت وماجد ابدا، حتى لو ما طلبوش منكم المساعده تفضلوا جنبهم، ولا عايزينها تخرب يا حاج؟ ثابت وماجد خلاص ما عادوش بيجوا المجموعه، المجموعه دلوقتي بين ايدين سمير ورفعت ورجالته. يعني ايه؟ يعني خلاص يا حاج، اللي حصل حصل، واللي راكب على دماغنا من فوق دلوقتي رفعت افندي هو الامر الناهي، والاوامر الكبيره بتنزل من سمير بيه الدرمالي، ومين عارف بقى مين اللي مسيطر على مين؟ رفعت مسيطر على سمير ولا سمير اللي مسيطر على رفعت؟ أما أولاد سعادتك فربنا يهديهم، كل واحد وله طريق. وإحنا بهدلونا آخر بهدلة يا حاج، وكانوا بيجهزوا عشان يرفضونا رسمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانتوا بقى جايين تشتكولي؟ دي خيبة إيه دي؟ إحنا مش جايين نشتكي يا حاج، إحنا بصراحة خاليين شغل وجايين نشتغل. ومش اي شغل يا حاج، احنا جايين نشتغل مع رئيسنا وعمنا، جايين نشتغل في السرجة اللي اتعلمنا وشربنا منها اصول الشغل الصح. ها يا حاج، في شغل ولا مفيش؟ لا يا سيدي، من ناحية الشغل الشغل كتير، بس المرتبات هنا ما تناسبكوش. يعني احنا كبرنا على السرجة، وانت يا حاج ابراهيم يا طيب ما كبرتش عليها؟ واحنا بقى رجالتك يا حاج، ولحم كتفنا من خيرك، مطرح ما هتكون هنكون. ها ايه رأيك؟ خلاص توكلنا على الله، خليكم معانا. بس على فكرة بقى، انتوا مش هتستنوا كتير، عشان انا نويت ابني مصنع في المنطقة الصناعية. ايوة كده كبير، يبقى نويت تبنيها من تاني. السلام عليكم يا بهوان. وعليكم السلام ورحمة الله. يا محمود ايه اللي جابك؟ تاخدنيش يا حاج اشتغل معاك اي شغلانة؟ اي شغلانة ليه يا ابني؟ هو انت سبت شغلك ولا ايه؟ لا، جابولي واحد وعلمته خلاص. خلاص يا ابني وماله، بس خلي بالك المرتبات عندنا مش زي هناك. رواتب يا حاج، انا ببص لقدام مع الحاج ابراهيم الطيب، يعني هنشتغل وهنأمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا كمان، لكن هناك الواحد بيفكر في بكره يا حاج الف مره. دي تالت مره اجي فيها عشان خاطر اقابل البهوات بتوعك، ماجد وثابت ما بلاقيهمش. المفروض انكم تهتموا شويه بالوكاله بتوعك. طب اهدى شويه يا حاج، وان شاء الله كل شيء هيتحل. ما انا هادي وانتوا هاديين. لحد امتى؟ من ساعه الحاج ما بقاش يجي المجموعه وانا مش لاقي حد اشتكي له. انا تحت امر حضرتك. مش مساله امري، المنتجات اللي هي بتاعتنا كلها في السوق عليها شكاوى. في البدايه انا قلت ده عيب من عند التجار او مشاكل حصلت في النقل، لكن انا بقالي اكتر من شهر براجع المنتجات بتاعتنا وهي طالعه من المصانع بنفسي. وليت ايه؟ غالبيه الشكاوى اللي كانت بتيجي طالعه من المصنع. نوع البلاستيك اللي انتوا بتصنعوا منه العلب ناشف قوي، مع الشيل والحط العلب بتطرقع، والطحينه بتعجن في قعر العلبه، والخلطه ما بقتش هي هي. يا حاج هدي اعصابك بس، ولازم تفهم ان كل العيوب دي موجوده في كل الانواع اللي في السوق مش عندنا احنا بس. ما عشان كده كانت مبيعاتنا ومنتجاتنا كانت احسن مبيعات في التوزيع، لكن دلوقتي وزي ما وضحت لحضرتك المشاكل من عندنا احنا من المصنع مش من التجار ولا من التوزيع. هد نفسك يا حاج، وكل اللي انت عاوزه هيتعمل. والله انا مش عارف اعمل ايه بعد كده، بس انا احب اقول لك حاجه، ان المبيعات بتاعتنا خلال الشهرين اللي فاتوا نزلت 10% ومكمله نزول. دلوقتي بقى عندنا طلبيات لغاية الشهر الجاي بحوالي 50,000 جنيه. حقيقة مش هو ده اللي أنا كنت متوقعه أبدا. معقول يا حاجة مش فرحان؟
انا عايزك تفهمي ان انا تاجر، يعني مش بشتغل عشان اغطي مصروفاتي. لا، انا لازم ادور على طريقه ازود بيها الطلب على المنتجات بتاعتي. وبعدين احنا بنشتغل باسم تجاري كبير، يعني مش مفروض الطلب يبقى قليل كده. صحيح يا حاج، دلوقتي احنا بنشتغل باسم المجموعه. تفتكر ولادك هيزعلوا ولا ممكن يرفعوا علينا قضيه؟ هم خدوا المجموعه صحيح، بس العلامه التجاريه دي بتاعتي انا باسمي، وانا ما بعتهاش لحد ولا تنزلت عنها، فما تقلقيش. المهم قولي لي بقى رايك في الاسم الجديد. قصدك حلاوه الطيب الجديده؟ اه، انا شفت على فكره العبوه بتاعه الحلاوه التحنيه، تقريبا شبه القديمه، اللي متغير بس هو الاسم. بس انا عجبتني جدا فكره العبوه بتاعه الحلاوه اللي بربع جنيه، بتهيألي الاولاد هيشتروها على طول بدل الحلويات اللي بيشتروها وبيضيعوا فيها فلوسهم ومش مفيده. خلاص توكلنا على الله. توكلنا على الله. ده اسمه تهريج. لما منتج تجاري بنفس العلامه التجاريه بتاعتنا يبقى في السوق، يبقى احنا نبطل احسن. يا سمير بيه، العلامه التجاريه متسجله باسم السيد ابراهيم الطيب. يعني ايه الكلام ده؟ والله يا فندم، هو لو عايز يوقف استخدامنا للعلامه والاسم التجاري هيقدر. واحنا ما نقدرش نمنعه؟ ولا لينا عنده حاجه، والحمد لله انه ما سجلش العبوه بنفس الاسم. امال مسميها ايه؟ مسميها الطيب الجديده. طيب الجديده. ماشي. اتفضلوا انتوا. الو. ايوه يا متر، ازاي؟ شوف يا متر، احنا عايزين نخلص كل اجراءات القرض خلال اسبوع عشان نغطي العجز اللي حصل السنه دي في الميزانيه. وبالنسبه للمصنع الجديد، احنا هنبيع المكن بتاعه كله في مزاد علني. تمام، خلاص نبدا فيها بعد العيد ان شاء الله. ماشي، باي باي. لقيت نفسي هستنى سمير بيه لحد ما يخلص اجتماع، قلت بقى اجي اشرب معاك القهوه. حقيقي شرفتني يا عباس بيه. قول لي بقى، ايه مشكلتك مع الحاج؟ الحقيقه بقى ده سبب مجيئتي هنا. انا مش عارف اخد ودي معاه في الكلام خالص، بس افتكرتكوا بقى وقلت اجي، يمكن يبقى لنا نصيب مع بعض. اللي عملته ده يا عباس بيه عين العقل، وعموما انت شرفت وانست. بس قول لي بقى، ايه المشروع اللي كنت عايز تعمله مع الحاج؟ انا كنت عايز اعمل مول كبير جدا، وكنت هخش مع شريك بالفلوس وبالنسبه اللي يطلبها. وهتبقى مع شريك في ايه؟ في السرجه يعني؟ لا، في المجموعه. طب هو مال الحاج والمجموعه؟ يعني ايه؟ المجموعه دلوقتي بالكامل بقت في ايد الورثه الثلاثه، ثابت واخوه ماجد جوز بنتي باكي ومديحه مرات ابني سمير. معقول؟ طب ويا ترى بقى ولاد حضرتك يوافقوا يدخلوني شريك معاهم؟ طبعا يا عباس بيه، ده انت تشرف اي حد. بس قول لي انت معاك كام وانا سهل لك كل حاجه. اللي يطلبوه. هو مشروع المول اللي كنت هتعمله مع الحاج ده استثماراته تقريبا كام؟ لا لا، ده كان مشروع صغير، استثماراته حوالي ب 20 مليون جنيه. ولا تحب حضرتك ازود شويه؟ سيجاره يا عباس بيه. واضح ان حضرتك بتشتغل براس مال ضخم، يعني نقول رأس مال مفتوح. مفتوح؟ أنا أحمد ربنا وأشكر فضله إنه وقعنا في بعض، لأننا تقريبا برضو زي بعض بنحب الخير للناس كلها. الحقيقة يا سامي بيه، أنا لا أعرف كده من الأول كنت جيت لك من زمان. يدوم يا حاج. هنيئا. والله يا حاج احنا عارفين إن احنا مقصرين، بس غصب عننا والله، وأول ما نفع جينا لك على طول. مش عايز اقول لك ان احنا هربانين من كل الصناعيه والعمال اللي في المصنع، كلهم عايزين يجوا ويعملوا زينا. هيعملوا ايه يعني؟ الاستاذ جايين يردوا الجميل يا حاج، ويحطوا ايديهم في ايدينا في تشغيل السرجه. استاذ كبار زي دول يشتغلوا في حته سرجه؟ ليه يا حاج ابراهيم؟ لا يعني عدم لمؤاخذه، كنا صغيرين فيها وكبرنا فيها ورزقنا ورزق عيالنا منها. وحضرتك يعني يا حاج مش عايز تحط ايديك في ايدينا؟ في مانع يعني؟ لا مفيش مانع ولا حاجه، بس اللي انا بقوله ان خبرات كبيره زي دي ما تتحطش في السرجه، والا يبقى انا ما بعرفش اشتغل بقى. يا عم الحاج احنا تحت امرك ومن ايدك دي لايدك دي. خلاص، انا ان شاء الله ببني مصنع في مدينه العبور في المنطقه الصناعيه، واول ما يجي المكن الاستاذ صبري هيبلغكم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زمانة على وصول عباس بيه.
تعبناك يا رحمة. بالعكس يا حاج، تعبك راح. مدد يا ام هاشم، مدد مدد يا مجمع الاحباب ومفتح الابواب، مدد مدد يا طهرة، مدد مدد مدد. طيب جاي لك يا طيب، انا شايفه في الطريق، ابنك الصالح جاي لك يا طيب. مدد 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 يا طهرة، مدد. بسم الله يا جماعة، يلا بسم الله.